خويا من كياسين راه سملع السر والله غير وجه بركه علينا. خليك اخويا. وانت شفتي مع المشاهدين داكشي كتصيب خير رشيده عجبني. لا ما تقول لي. انا هادي راه هادو فطائر دابا نقدمهم للمشاهدين ها هما. شرون ولا شنو؟ ولا اني واحد الحاجه اخرى خويا ما تفرشنيش. يا سير الله راه شي واقيلا ما صدقش. الريافه ديالنا. عرفتي شنو شريت واحد المشكل غندير واحد الكيكه. كي ولا ديك الكيكه فاضت في الفرن 40 هذه ها هي ورينا شوف 40 جبت لك انت ديال كبيره طلعت شوف ورينا وين شوف ها هي 40 ما كاينش تدوب لا جبت لها 40 هذه هي الفائزه هي الفائزه ياك ما كانش بوت كبيرين الاولى الله يعافيك يا السلام عليكم مشاهدينا الكرام كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي وسبحان الله العظيم جيت نصور سمعت الاذان حسين توقف السلام عليكم مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا ام حليمه وعريصتها دابا ام حليمه مابقاش عندها جوج عريصات كانت عندها الثالثه ها هي ربي يرحمها عروسنا لاباس عليك كلشي مزيان السلام عليكم المتابعين ديالنا كدايرين لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير سمحوا لي غبت عليكم شويه راكم عارفين مره كنبت هنا وماما خدامه كنمشي كنجمع لها شويه الدار عاوتاني ونعجلها وراكم عارفين ما نخليهاش بوحدها شويه هنا شويه هنا كنخاطر شويه هنا شويه هنا الله ينوركم اوليداتي والله يسهل عليكم وانتم راكم منورين والسلام عليكم كي درتوا شويه كي درتوا مع الصحيحه وراكم عزاز وغالينا وليداتنا كاملين وراكم في القلب والله يجعل ربي يهون عليكم كما تنقول لكم اوليداتي ان شاء الله وتجيو عند امكم حليمه كاملين داخل المغرب خارج المغرب الجزائر من طرف من طرف من طرف راكم عزاز الجاليه المغربيه الوالده الجاليه المغربيه كامله وراكم عزاز كما عزيزه عليكم انا وانتم راكم عزاز كثر كثر والله يسهل اموركم والله يرضي عليكم وتنطلبوا الله يرفد علينا هذا المرض ان شاء الله وتسرحوا الطرقان وتجيو عندنا يا ربي مرحبا بكم راكم مرحبا باش غادير لنا العراس ديال حفصه ان شاء الله وليدات شوف غيدوز هذا المرض ان شاء الله الوقت ولدي اللي داز واش غادير شي راس مفرقع غادي نديروا ان شاء الله العرس مفرقع يا ولدي ونعين ان شاء الله وليداتنا يجيو ويوقفوا معنا ويفرحوا معنا الوالد خص يكون تواصل بيننا وبينهم يعني نهار ما قربوا نديروا العرس نعلمهم ب 15 يوم قبل ان شاء الله ولدي ما يواشنوا ضروري باش تكون فلوسهم يوجدوا داكشي اللي كاين اشنو يا ولدي بقاو المشايات انا جبتهم كشيتو ما يكتبوش عليكم الا كشيتو ما خليت ما شفتو دابا الجواز دابا انت الواد الجواز رسم هذا هادي راه تهلا بيا دابا ربي تهلا فيك ان شاء الله هادي شي حاجه هي ياسين بصراحه انا في هذا الحدث الصحي الله يعطيه 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 الله واحد المفاجاه انا ان شاء الله غنجيب الدار شي جزائر كنتمنى الله يعجبوك دابا الوالد حتى الفطاره ديالك لا كيفي شي جلابه دابا راه ما شنو مرحبا مرحبا انا خويا من كياسين راه سملع السر والله غير وجه مبارك علينا وانت شفت مع المشاهدين داكشي كتصيب خير رشيده عجبني لا ما تقول لي انا هادي راه هادو فطائر دابا نقدمهم للمشاهدين ها هما شرون ولا شنو ولا اني واحد الحاجه اخرى خويا ما تفرشنيش يا سير الله شي واقيلا ما صدقش الريافه ديالنا عرفتي شنو شريت واحد المشكل غندير واحد الكيكه كي ولا ديك الكيكه فاضت في الفرن 40 هذه ها هي ورينا شوف 40 جبت لك انت شاول ديال كبيره طلعت شوف ورينا وين شوف ها هي 40 ما كاينش تدوب لا جبت لها 40 الرجل كان يتبقى ديما هي الفائزه هي الفائزه ياك ما كانش بوت كبيرين الاولى الله يعافيك يا حضرنا عليها ما كتغديها القان عنيشه ما حصلتيها الواد ولا عيبنا واحد ولا اني درت لهم واحد الصوص
ديال الكيكات زوين وغنحضروا مع المشاهدين غدا ان شاء الله غيعجبهم. وبنين في واحد البنه زوينه والكيكه غنعوضها بالكيكه ديالي العاديه ان شاء الله. يا هذه هانتوما فاضت اخوتي كلها الزلعات مشات كلها ماشي مشكله بنت براسها مشكل كتوقع البعيد ديالنا قابلين ان احنا هذا في الكوزينه حاجه كتبقى. شوف والله الا واحد الوقته غادي نعاودها مره اخرى وجه الله المهمه اللي تزيد عليك تجمعي انت والبنات وديروا البروست ونشوف كي جيتوا تبارك الله واش موالمين ولا لا. ان شاء الله ان شاء الله. يا حفصه انت تقولي لي اطاف انا طويله اليوم يا الله انتما معرسه. شوفي يا ابتسامه المتتبعين ديالنا على فكره المشاهدين راه شدنا ياسين على غفله راه ما كناش ناويين نصوروا والله سجل على غفله بالله العظيم والله العظيم الا على غفله ولا انا راه غدا مازال ما مشيتش والله مازال ما فطرت تيتيش كتوفى لا لا تصفر كتوفى تيتيش ويلي انا راه لا تسالي انت وانا جبت حدود الثوره شيده وتيتيش وحفصه تقريبا نص الشباب والاميره والنواره ديالنا هي هذه. ربي يخليكم يعطيكم الرضا الله يسهل عليكم وراني راضيه عليكم راني راضيه عليكم ما يهون عليكم يسهل عليكم باش عرفت واحد الحاجه يعطيكم الرضا ديالنا. حنا راه اللي ضيعناها في الدار كنضحكوا عليها كنلعبوا عليها ما كاينش داك الشيء ديالها او علاش درتي انا شي مشكله بنتي راه بنادم تيمشي مع الطريق وما تاي الله يدير الخير اولدي حنا مشيتي ما كاين غير المراد والده شحال المراد والده شحال المراد ديالي غير صغيره والده انا غير حيت رجليا غلاض وصافي انت كتمشي اكثر مني لهاد الحساب تيتيش دابا المراد وقيله 40 انا المشاهدين المراه الفايته جابنا البيجامات صدقوا لي باش كون واضحين جاب الشايف تقول لي قول انا فاني اختي هضره الله يعني الله وعليك الحوايج شريكي واقع تقول اتيتيش راه بحالي بحال المراه وحشتي راه قلت مختار الله يعطيكم النور الله يخليكم ديما مساويين ان شاء الله اختي انا جد الشمس كي هاد وخات هذيك الكيكه ماشي مشكل ناكلوها كيما قالت عمي تاهو المعلق وهادو راه زوينين اللي بغاو المشاهدين يشاركوهم معاهم غنشاركوهم معاهم ان شاء الله اختي واش كتخدمي لهم اختي رشيده؟ طريقه بسيطه يعني وما فيهم شي مقادير صغيره ان شاء الله شي فيديو اخر غنحضروها ان شاء الله يا ربي ودابا ان شاء الله غنخدموا الطبق للمتتبعين ديالنا باش نقول لهم بالسلامه. كتشوفوا المتتبعين ديالنا هذه الختيمه ان شاء الله يا ربي مع الفطور ديال عريسه ام حليمه داروا اتاي داروا تبارك الله. هذه سميتهم اختي رشيده غير فطائر وصافي فطائر هذه مسكوته حلقت عليها رشيده ردتها ردتها بالمشاهد ردتها باش الفطور ديال تيتيش المرتوضه حيت اليوم صايمه غير بوحدي انت انا صرت نص نهار وانا صايم لهنا ايوه دايره غير شي حاجه خفيفه نضربوا شي تمرات بعدا ما كناش شكون هو اللي كتبدا انت الاول ديما انا الاول هاني معروفه عليك مرحبا امي يمنه على راس العين. السلام عليكم المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم نتوما بخير عواشركم بخير تسعدوا تعاودوا الصحه والصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. ماما راه كتدعي شويه مع تيتيش ودي مدعي معايا شويه امي يمنه راه دعوه ديما معنا الله يفرحكم يا ربي امين سخر هذا سميتوني درتو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي بارك الله فيكم وانا رمضان وانا المشاهدين كاملين جيتيش واش ماكش تحشم شويه يا ربي ويلي ايوا ودي لها العيش عطي منها الحياه كي جاك الوالد النساب ديالي الله يعمرها الوالد كي جاك النساب ديالي الله يعمرها الله يعمرها هذا الناس طيبين وديروا معقول ما كاينش هادي ولا هكا وما نساوش عروستنا الريفيه لا الريفيه ديالنا بعدا هي الريفيه حنا صبا حدا هادي عشان شنو كيفاش العائله ديالها ما يعمر هدر فيها عمر مشات لا حميد ولا دريس ولا حنا مزيانين ولقانا زيدي راشد اللي ما تكرهش ذكرها انا عند انا امي ولدات سبعه تبارك الله عندي حميد دريس حافظ علي سعيده سميره وراشده هي التاليه الله يخليهم لنا يا ربي ويطول لهم في العمر ان شاء الله يا ربي ولدت عشرة شكون؟ أول والد والدكم أنتم ولدت هادي ولدت هادي أييه عرفتي الوالد شحال ولدت الوالدة؟ ولاد بناتها كاملة والوالد الوالدة ما تفرقش بينهم وبين فاطمة نقولك الوالد الوالد تساوي تنجي ملي تقول تجيب لهم وحدة فاطمة تهرا لي ما تجيبنيش أنا كاع ما تجيب البنات ما تطرح عليك السؤال الوالد
شحال واحد كلشي كيكتب في لي كومونتير ام حليمه ام حليمه ام حليمه ايوا راه القلب الطيب راه يعني ام حليمه مابقاتش منا حنا غير حنا كاين اللي يجيو يشوفوها عاد عاود شوف القلب ديالها كي داير ايوا راه يدوم معشرتكم الواد الله يخليها ليك انا غير بالنسبه لعائلتي تيوصيوني عليها حيت عارفينها كي دايره ونعم الام داكشي اللي كاين اختي راه كلشي كيحمق عليهم والله ما عرفتش هما المتتبعين من عارف خلنا شي عندي مع مرات تعيفت مع شي مرا ولا شي بنادم ابدا دبول تجاعيد الولاده ما بقاوش تجاعيد تجاعيد ايوا ما بقاوش تعاجين ولا شي تقولهم ما بقاش نقول هكا تضحكوا عليا صافي مرحبا الوالده الله يسهل عليكم الوالده صافي غدا دير حتى هي شي وحده بهادي بحال ديال رشيد وهذا خويا غلطنا غير واحد كانت تدي رشيد عاونتها حتى لي هذا عشان بناتو هي تضحك كل مره صافي الوالد الوالد غير جوزتيها لحسن صافي ها؟ أه؟ خطبتيها لحسن صافي بحال هكا حفصة أي أنا لا سميتي لي حفصة اسمحي لي أختي حفصة ولا تصحبني عليك ما حفصة هي هي حفصة هي مسكينة كاع داكشي اللي كنت نعرفها بنية وليداتي والله إلا تلف عليا من عوض العريصات الله يعطيهم الرضا عريصاتي وبنياتي الله يعطيهم الرضا وروحوني الترواح ديال خاطر مزيان الوالدة وتحية لبرك أتيتي نعطيو التحية لبركان والناس ديال الناس والريافه ديالنا اللي كنموتوا عليهم وكنحماقوا عليهم والجاليه المغربيه والجزائر كاملين زيد يا الوالد والمغرب الله يسهل عليهم المغرب كامل من طنجة للقويرة اش قالت تحيه للبنات كاع اللي قالوا لي ذكرينا وما قديتش يعني نعقل على الاسماء ديالهم تحيه ليهم كلهم اللي قالت لي رشيده ذكريني في القناه تحيه كبيره ليهم ليهم داكشي اللي كان يسهل عليهم بابا يسامحك نسولكم الاسم ديال فاطمه الاسم ديال القناه ديال فاطمه اللي مشينا عندها في فاس ام اميره الفاسيه تبارك الله عندها داكشي زويون دخلوا عندها شوفوا عندها داكشي تبارك الله زويون اختي ماجده خلاص عني التعريف ماجده راه ديالنا ما الله يخليها لينا ويطول لينا ربي في العمر ديالها راه مسكينه كانت عيانه شويه بلاتي بعدا نكمل ماجده عزيزه عليا ماشي ماجده مسكينه كانت مريضه هاد الايام والله العظيم الا بقات فيا بزاف الله يشافيها الله يمشي ربي يشافيها غير حاجه ما كنتش جمعنا عليها كون غيرنا على ذاك المرض داكشي كان طير بلاصتو شكون حريه قلتيها فاطمه حريه ديالي حرية تيفي مسكينة عزيزة علينا ودرويشة ومحترمة الله يعمرها عندها قناة في المستوى حتى يدعموها ان شاء الله ودخلوا القناة ديالها وتفاعلوا معها شكرا لك بزاف على العرضة اللي دارت لنا صراحة عرضة اللي مازال عرضة وما نساوش تلبنجة البنجة تيفي انا البيجا تي في راك في القلب اخويا ايوب الله يخلي لك امي فاطمة وعمي الحاج وحمزة واختي وفاء راهو معزاز وغالي راهو معزاز ما عمر خيرهم ردوه داكشي اللي كاين المهم مساكن في اي حاجه كنلقاهم هما والوالا هما في قناه مربوحه اليوم ولاد عمي تبارك الله حتى هما كنلقاهم في جنبنا درنا شي عرس هما الوالا كيحضروا اي حاجه كتكون هما الوالا كيحضروا وتحيه لولاد عمي كاملين وتحيه القناه محبوبه ومربوحه والبنجا ومع السلام عليكم الله باي باي الله يعاونكم الله يعاونكم يلا قولي بسم الله باش غتبداي بعدا انا كنت سبعه انا كنت كنحمكو بديت منه هو الاول ولا انا شي ما انا جبت هو انا بحدا ما يسين طاجين ولا صطفي بوحدو خلينا نرجع ما كنتيش تجيب لي حبيبه تجيب لي اربعه هي اللي بعدا هي كنطول والو انا قاعد نحل حمار كبير المهم مع السلامه المشاهدين ديالنا الله يعاونكم والله يرضي عليكم